تواجه، هي تخاف من العلو. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تقبل. راح اقولها لعبه خفيفه وسهله وما بيها شيء. الدودة أهم بها ذكريات، احنا نسميها لعبة الدودة لأنه هي دودة وتفتر، صح هي لعبة بسيطة وخفيفة بس هم بها ذكريات حلوة وكل مدينة تلعب بها. وهسه موجودة بالقرية العالمية، حنلعبها أنا والجهال وصديقاتي وأولادنا وتحسوها لعبة متوارثة. او كان الجهال متونسين كلش كلش من القريه العالميه لانه دائما مو اول مره هاي، بس دائما احنا لما نريد نهرب ونرجع الى احنا الكبار نرجع للطفوله مالتنا نجي القريه العالميه. الالعاب صدق حلوه وصدق اكو العاب الكلاسيك جيمز اللي ما تموت، مثل هاي لعبه السيارات، هاي انا عندي اياها من الطفوله، عندي ذكريات بيها وهسه ويا جهالي بنيت ذكريات بيها. طبعا اتوقع يعني بهالجو الحلو بهالاجواء الحلوه القريه العالميه هي وجهه جدا مهمه للعائله لانه تلقون الجهال يلعبون، احنا نلعب، اكل طيب، تروحون تشوفون ثقافات مختلفه، فتقدرون تقولون ملمه بكل شيء حلو والجو حلو وصراحه امان. يعني انا اخلي جهالي ممكن اخليهم بالالعاب واني اروح افتر مثل ما هسه حسوي، حروح اني ودينا وصديقاتي حنروح نفتر على الثقافات، نتعرف على ثقافات مختلفه، ناكل ممكن شويه ونخلي الجهال هنا يخلطون وبعدين يتصلون بيا. فيلا وياي نروح نفتر ونشوف باقي الشغلات. ما يخالف، انا دخلت بدين قوي دكتور ان شاء الله. مين مو عنيفه اذتني هنا قاضيني مخالفه ماي باك. This palace is made with the toothpick. Toothpick. Bamboo toothpick. Wow. Yeah? And this is they started on 2016. It's a very fast maker. 2016 collections of this. Okay. From the Vietnam collections. Vietnam. Okay. And it's 2,50,000 toothpicks they make with that. 50,000 toothpicks. Imagine, guys. 50,000 toothpicks they make with this. 50,000 toothpicks. 2 legs. And how long? How long it took? It takes 7 months. 7 months. 7 months. Yes. تونسنا اليوم ها؟ كلش تونسنا. انت خفتي شنو؟ لعبه سخيفه.
كل شهور نسنا طبعا اليوم لعبنا أكلنا قضينا وقت ويا العائلة، تعرفنا على ثقافات مختلفة، شفنا شغلات غريبة بالمتحف. صراحة أنصح الكل تجهلها صراحة يكملون لعب، وأني رايحة أكل و آيس كريم.